متقدمه اهو. ده وصول بس فريق النادي الاهلي سيدات قدامنا على الشاشه موجود اهو، البنات والجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس، كل الامنيات الطيبه ليهم النهارده والتوفيق في مباراه نهائي دوري المرتبط. كابتن علياء، لو قلنا كلمه في البطوله الافريقيه مع بصفه عامه، النادي الاهلي ما بيلعبش بطولات افريقيه، صعبه شويه البطولات دي ولا ايه؟ جدا صعبه. ليه؟ جدا، لان بيبقى فيه من كل بلد افريقي فرقتين مثلا كويسين جدا بيبقى متقسم عليهم. يعني فرق انجولا السنين اللي فاتوا وفرقه انجولا بتاخد بتلعبوا فاينل. فرقتين انجولا. فهو الموضوع بيبقى صعب شويه في يعني تساعد انجولا للبطولات الافريقيه. بالظبط. امتى نوصل؟ مهم جدا، عندنا محترفات دلوقتي. لما يرجعوا ان شاء الله بالسلامه. يرجعوا بالسلامه. نادين ترجع نادين ترجع ان شاء الله بالسلامه، مع وجود هاله مصطفى ونور علي طلعت مع الموجودين، مع وجود محترفات. سواء البطوله بتقول بيبقوا اثنين محترفات او ثلاثه، ده اللي ممكن ان شاء الله، ومع استمرار ان احنا نشارك بس في بطوله افريقيا. يعني ما يبقاش الموضوع ان احنا بنشارك سنه وخلاص. يعني الموضوع كده مشكله البنات كده، مشكله البنات ان هم بيشتركوا سنه ويبطلوا سنتين. بالزبط. ويشتركوا دوره ويبطلوا دوره. بس انا عايز اقول حاجه بالنسبه لفرقه انجولا، فرقه انجولا سواء الولاد او البنات، عايزك تبصي على وشهم كده معلش يا كابتن سلام، تبصي على وش البنات اخبارهم ايه. لا البطوله مش خلصانه، البنات بتوعنا. لا البطوله مش وشهم ايه، حماس روح وشهم مركز، وشهم مركز في الماتش. ماتش سبورتنج بصرف النظر حتى لو ماتش ودي. وصول كمان، وصول نائب رئيس النادي الاستاذ العمري فاروق، نائب رئيس النادي الاهلي، ووصل وداخل للجهاز الفني والطبي والاداري مع كابتن ايهاب الالفي عشان يبارك لهم اولا بالفوز، وفي نفس الوقت يحضر مراسم تتويج فريق النادي الاهلي ببطوله دوري المرتبط سيدات. كابتن سلعوه اتفضل. اللي عايز اقوله بالنسبه لفرقه انجولا بالذات، انجولا سواء فرقه الولاد او البنات، المنتخبات بتاعتهم او معظم الانديه بيتمرنوا وبيلعبوا في البرتغال، بيبقوا مدربين برتغال بياخدوهم بينقلوهم للدوري.